الأسبوع الماضي عندما قام المبعوث الأمريكي للبنان بعرض رؤية للولايات المتحدة على طرفي النزاع بتطبيق 1701، وهو القرار الذي يعيد لقوات الجيش اللبناني السيطرة حتى خط الحدود أو الخط الأزرق، ولكن مع إعطاء إسرائيل مساحة للسيطرة والتدخل حتى بعد بدء نشر قوات الجيش في الجنوب اللبناني، وما رفضته الحكومة اللبنانية وما رفضه حزب الله. لما كان المواجهة مع إيران هي في قلب المشروع الإسرائيلي، كان معامل الانتخابات الأمريكية وموقف الإدارة هو الحاكم، وربما هو الذي يفسر لك التأجيل. ربما من مصلحة إسرائيل الأساسية هي القضاء على حزب الله وتأجيل الضربة حتى الانتخابات، حتى أولا التوافق مع حزب الله وصولا للانتخابات الأمريكية. نعم، قبل أن نتحدث عن المفاوضات والوفد الأمني المصري الذي اجتمع بقيادات من حركة حماس في القاهرة اليوم لبحث تهدئة الأوضاع في غزة وإدخال المساعدات، على أساس أن هذه هي القضية المركزية التي ترتب على عدم حلها الحرب على لبنان وما إلى ذلك. نود أن نتحدث عن القانون 1701، هذا الذي تريد إسرائيل أن تغير من بعض تفاصيله وأن تقوم باستحداث مرجعية قانونية أخرى لا تقبل بها لبنان. هل ترى أن المسار السياسي والمسار العسكري يسيران في بالتوازي ولا يلتقيان في نقطة واحدة، لأن المباحثات والمفاوضات والقرارات الأممية تسير في اتجاه بينما الحرب تسير في اتجاه آخر، وإسرائيل كما نعلم جميعا لم تعد تعبأ بأي قرارات أممية أو دولية أو مرجعيات شرعية؟ فعلا أستاذة أميمة، لتطبيق 1701 المعدل تشهدين هذا التصعيد العسكري الضخم ضد تقريبا كل مدن الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان في شموليته. لو كانت إسرائيل تستطيع غزو الجنوب وفرض إرادتها لأمكنها تحسين وتطوير وفرض إرادتها في تطبيق القرار الأممي أو قرار مجلس الأمن رقم 1701، ولكن لما وجدت إسرائيل كل هذه المقاومة وبعدما اغتالت من اغتالته لم تستطع أن تفرض إرادتها، فليس من حقها ولا تستطيع أن تفرض 1701 معدل، خاصة معدل بمعنى دخولها إلى الأجواء اللبنانية والسيطرة عليها، دخولها إلى الأراضي اللبنانية بدعوى كشف أنفاق لحزب الله أو قوات أو تمركزات عسكرية، وهو أمر يمكن أن تقدمه لبنان أو حزب الله لو كان منهزما، ولكنها ليست هي النتيجة التي نلمسها جميعا. وحزب الله قد نقل المعركة إلى داخل إسرائيل. تعلم إسرائيل أنها تنوي، والكل يعلم أنها تنوي توجيه ضربة لإيران، حتى إيران تتوقع هذه الضربة، ولكن الكل يسعى والولايات المتحدة على رأسهم لتوجيه ضربة كالكوليتد، ضربة مدروسة بحيث لا تضر بالمصالح النفطية، ولهذا أسبابه متعلقة بأمن الطاقة في الغرب عموما والولايات المتحدة وسوق النفط العالمي، وكذلك عدم توجيه ضربة استراتيجية لمشروع إيران النووي. من هنا كانت إسرائيل تسعى ربما في هذه المرحلة لفرض إرادتها سياسيا على لبنان من خلال تطبيق 1701 معدل، وهو ما رفضته القوات المقاومة اللبنانية حزب الله أو الحكومة اللبنانية ذاتها. 1701 هو قرار أممي يجب تطبيقه، ومنح اليونيفيل قوات الأمم المتحدة والجيش اللبناني أي إضافة يمكن إضافتها لهذا القرار. أما في غزة فنجد أن إسرائيل تمارس أعمال إبادة جماعية خاصة في إقليم الشمال، وجريمة الإبادة الجماعية يعني ترتكب يا أستاذة أميمة بأركانها الثلاثة: النية المبيتة ضد شعب أو سنية معينة، واستخدام كل وسائل العنف الممكنة لتحقيق ذلك. وبالتالي إسرائيل الآن باتت
تتحضر لتطبيق 1701، وباتت تتحضر ربما إشارة حضرتك لزيارة الوفد الأمني للقاء وفد حماس مع القيادة في مصر، ووجدنا أن الرؤية مرحلة ما بعد غزة هي الرؤية التي حمل بعض بنودها بلينكين في زيارته الأخيرة، والتي أرى أنها ستكون في إطار إدماج حركة حماس في منظمة التحرير الفلسطينية، وإنشاء سلطة وطنية فلسطينية تعمل من أجل عملية إعادة الإعمار والبحث في أفق سياسي. ومصر كما تعلمين سيادتك تعمل مع كل الأطراف، والتقت أظن الأسبوع الماضي برئيس الشباك، وهناك حديث عن صفقة يمكن من خلالها وقف إطلاق النار بشكل مؤقت ليكن أسبوعين، يتم خلاله الإفراج عن عدد محدود من الرهائن لالتقاط الأنفاس، ولكن وسط هذا الزخم